أن المطالبة ماشي بالإصلاح، ماشي بالتحليل، وماشي بالتعديل، وماشي بإعادة المطالبة بالتغيير الجذري والشامل والعميق. هذاك التغيير الجذري ماشي بإلغاء النص، هنا غنجمع ما بين 4 ولا 5. النص ثابت، خصني باش نعرف شنو الهضر، باش غادي نقول النص ولا نقول المرجعية الدينية ولا نرجع للنص الديني، هذا كلها مصطلحات كتحتم عليا باش نتقف نفسي قبل ما نقول أنا مناضل نعرف شنو هي مرجعية مدونة الأسرة. راه من مدونة الأحوال الشخصية ديال 57 المرجعية هي مرجعية فقهية ماشي النص الديني، حنا لا ندعو إلى استبعاد النص الديني. المرجعية ديال اعتماد الاتفاقيات الدولية والدستور تمت المناداة بها شحال هادي ها؟ ولم نسمع. علاش؟ كنمشيو للاتفاقية الدولية لأنها سهلة والشرح ديالها سهل والدستور سهل، ولكن ملي كترجع للموضوع ها هذاك هو اللي طاز، هذاك هو اللي خصك تشتغل عليه. ماشي نسمي، حنا ما كنقولوش استبعاد النص الديني، النص موجود. ما تنقولوش موروثنا هو موروث غير معقلان، هذاك موروثي افتخر به ولكن لا اقدسه، بانه موروثي وجد ابن زمانه ومكانه. اعطيني الفقه انت اليوم، الفقهاء والطلابين باش تحطوا لي فقه يتناسب مع القرن 21. اذا انا ملي كنرجع لهذيك المرجعيه اللي كتسميوها انتم المرجعيه الدينيه والنص الديني كل هذاك، لا هذاك باش تما كتقول انت انتم ما مامنينش وكفار وزنديقيين وما عندك، لا نعرف المرجعيه ديال المدونه من 57 هي مرجعيه فقهيه، خدينا من الفقه المالكي والمذاهب السنيه. 2004 خدينا من المذهب من المذاهب السنيه ومشينا للمذهب الظاهري ومشينا للمذهب الشيعه الاماميه. يعني المرجعيه مرجعيه فقهيه، شنو كنقصدوا بها؟ مرجعيه فقهيه من يرجع الى النص الاخت، من يرجع الى النص العقل البشري، اقوم بتلاوه الايه ثم اقوم بقراءتها تفسيرها او تاويلها. الخلاصه اللي كنخرج بها قراءه انسانيه، هذا تيقول لي لا وهذا تيقول لي وسط وهذا تيقول لي مباح، تتبقى كلها قراءه انسانيه. ولكن هذيك الفقه ديالي هذاك الفقه الموروث وجد في زماني ومكاني، اعطوني الفقه الحديث الذي يتماشى مع زماني ومكاني. 2004 الغناء رئاسة الأسر، الرجال قوام قلنا النص قطعي، والغناء الطاعة قلنا النص قطعي، والغناء الولاية في الزواج يعني بقى فيها واحد الشوية وقلنا النص قطعي، وبالتالي ما بقى لا نص قطعي ولا إذا اللي علاش بغينا؟ لأن خدينا خلينا فقه الجانب وخدينا بفقه آخر يتماشى مع ذلك الوقت. إذا هنا غنجي المنهجية التدرجية، حنا حقيقة المشرع ديالنا غادي منهجية تدرجية، كل شوية تعطيني شوية حتى تستوعب الأفكار والعقول ومن بعد كنعاود نصلح ونعاود نعطي هذا، ما تنجيش ونغير كل شيء. دابا تنقولوا حنا لا صافي صرات عندي 57، عندنا دابا 66 سنة، خصنا التغيير الجذري والعميق لهذيك المدونة بناء على أسس مرجعية واحدة وموحدة، هي مرجعية الدستور راجعت في الخطاب الملكي واضحة، رعى الدستور الاتفاقية الدولية الاجتهاد الفقهي والواقع، هادو مرجعيات شنو قال الاجتهاد، ما قلنا ما نقولش اجتهاد تنويري، تنويري بالنسبة لماذا؟ الاجتهادين غير تنويري، لا سيدي هذاك اجتهاد وهذاك اجتهاد، أنت نقول هذا متنوير ولا غير متنوير، أنا لا تنبقى هذا اجتهاد وهذا اجتهاد وناخذ الاجتهاد الذي يتماشى مع زماني ومكاني. إذا الضرد عليكم راه خاص تكوين في هذه المسألة هذه، ندقوم في مصطلحاتنا ومفاهيمنا
لان انت ملي كتقول تحييد المطالبه بتغيير النص راه صعيبه هذيك. عندها انت ما بغيت باش تكون مسلم تتستبعد النص الديني ديالك انت في العمق راني عارفك شنو بغيتي ها اللي انت كتدعو يعني الى تغيير النص القانوني تغيير الفقه بفقه تغيير الفقه بفقه اذا سميه اعطيه المسمى ديالو الفقه الاسلامي الفقه الاسلامي ماشي هو النص النص وحده والفقه هو اجتهاد في تفسير او تاويل ذلك النص اذا مصطلحاتي ستكون واضحه ما يقول لي لا هذه ولا هذه ولا نسميها المرجعيه الدينيه ولا نسميها كذا ولا نسميها كذا اذا المساله ستكون واضحه القوانين ذات العلاقه ما خصناش نقولوا فقط مدونات الاسر انا اعطيكم 14 قانون اللي عنده علاقه بمدونات الاسر الى عدت النظر في مدونات الاسر وما عدتش النظر في هذيك القوانين بحالي ما درت والو راه عندنا ماشي فقط اللي معروف القانون الجنائي والمسطره الجنائيه عندنا المسطره المدنيه عندنا قانون الاطفال كفالة الاطفال المهملين وعندي قانون الجنسيه وعندي وعندي اللي مازال ما تذكروهاش هو قانون البطاقه الوطنيه وجواز السفر لان البطاقه الوطنيه كتطلب النائب الشرعي ها وحنا دابا نزولوا حتى الكلمه الشرعي زولناها النائب القانوني لانه حسب الولي القانوني او النائب القانوني كما هو منصوص عليه اذا لا جواز السفر ولا البطاقه الوطنيه كلهم كيطلبوا اذن الولي الشرعي اذا التدرج كيوصلنا فين بحال وصلنا في 2004 التوافق شنو هو التوافق مسك العصام من الوسط باش نقضيها التيار باش نقضيها التيار حنا عندنا دابا اتفاقيات دولية تعتبر بمثابة نص قانوني وطني عند التعارض تطبق الاتفاقية ولا يطبق النص ولكن مازال ما وصلناش مع القضاة ومع المحامين لهذا النوع من التفكير اننا نبداو نطالبوا باعتماد الاتفاقيات الدولية نص قانوني وطني خليني داك الربطة اللي في الدستور انا غنمشي لاتفاقيه فيينا 5.25 و26 اللي تيقول لي بان الاتفاقيه تعتبر بمثابه نص قانوني وطني بمجرد المسابقه او الانضمام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.